عام 2024 يبدو أنه عام نظارات أبل الذكية ذو أبل فيجن برو بامتياز. وكما هو معتاد الأشخاص الذين عندهم هوس بالتكنولوجيا وكل ما هو جديد حصلوا على واحدة. ومن بعدها امتلأت شوارع أمريكا بالأشخاص وهم يجربون هذه النظارات. المفاجأة ليست هنا، بل أن المفاجأة أن هذه اللقطات رأيناها في عام 2016 وبالذات في مسلسل ذا سامسون الذي توقع هذه التكنولوجيا قبل 8 سنوات. تابعوا الفيديو للأخير لنكشف لكم القصة بالتحديد. نظارات أبل الذكية. في 2 فبراير أبل طرحت في السوق 200,000 نظارة من نظارة الواقع الافتراضي للبيع في الولايات المتحدة مقابل مبلغ فلكي بلغ $3,500، وحسب تقارير لهيبوس أدى استخدام هذه النظارات بالفعل إلى مواقف مضحكة تثير السخرية وفي بعض الأحيان خطيرة، وكما نشاهد تظهر مقاطع الفيديو على الشبكات الاجتماعية أن بعض أصحاب النظارات الواقع الافتراضي استخدموها في قيادة السيارات وآخرون جربوها وهم يمشون في الطرقات، ومنهم من جربها وهو راكب الحافلة والبعض في المقاهي. ويتم استخدام النظارات بوضعها على العينين، وهنا المستخدم سيدخل مباشرة في عالم افتراضي يتم التحكم بالجهاز بأزرار افتراضية يحس بأنه يلمسها بالفعل، بينما الشخص المقابل له يراه يلمس الهواء كالمجنون. أدت هذه اللقطات إلى هوس كبير للناس على السوشيال ميديا، وتم تناقل فيديوهات لأشخاص يرتدون هذه النظارات في كل الوضعيات المذكورة، في حين أن آخرون بدأوا يقارنون الفيديوهات المنشورة في 2024 بلقطات تم بثها في مسلسل ذا سيمسون، وهي تتوقع هذه النظارات كما نشاهد في هذه الحلقة أناس في المدينة الكل يرتدي النظارات، حيث تم معالجتها بشكل ساخر، فمنهم من يصطدم بعمود ومنهم من يسقط في حفرة وكأنهم يفقدون الاتصال بالواقع. ومع العلم أن هذه التوقعات لم تكن الأولى ولا الأخيرة، أذكر لنا في التعليقات ما هي التكنولوجيات الأخرى التي توقعها ذا سيمسون وتحققت على أرض الواقع. ودمتم سالمين والسلام عليكم.